عرض الفقه أحيانا يكون عن طريق الجمع والفرق، وأحيانا يكون عن طريق التقسيم، وأحيانا يكون عن طريق الفروع، وأحيانا يكون عن طريق القواعد، وأحيانا يكون عن طريق التخريج الأصول، وكله فقه واحد لم يتغير. ولكن المرء إذا نظر الفقه بأكثر من طريقة وعرفه بأكثر من وسيلة وأسلوب كان أظهر في نفسه وأكمل لملكته. إذ الفقه ملكة، إذ الفقه ملكة. ولذلك فإن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كان يحب تلميذه الربيع بن سليمان، والربيع بن سليمان المرادي هو ناقل أغلب علم الشافعي، فإن الأم من روايته، وكثير من كتب جاءت من رواية الربيع بن سليمان عليه رحمة الله. ولكن يبدو والعلم عند الله عز وجل أن الربيع بن سليمان لم يكن يعني صاحب حفظ وصاحب يعني نبهة، فكان الشافعي عليه رحمة الله يقول: لوددت أني سقيتك العلم سقيا، جعلت في فيك كما لو يجعل هذا المحقان أو كذا ليصب فيه صبا. فالعلم أحيانا ملكة، فالعلم ملكة. كيف يكتسبها المرء؟ إنما يكتسبها بالصقل وبالدربة. وقد ذكر ذلك الغزالي في أول شفاء الغليل في مسائل الحكمة والتعليل والتخيير والتعليل أنها أربعة أشياء، وأشار له النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: من يد الله به خيرا يفقهه. جاء في لفظ صحيح كما ذكر ابن مالك صاحب الألفية، لأن ابن مالك صاحب الألفية هو الذي صحح نسخة البخاري من النسخة اليونينية للبخاري النسخة المشهورة، لأن اليونيني قرأها على ابن مالك، والضبط الذي فيها إنما هو ضبط ابن مالك. فذكر شراح الحديث أن قول النبي صلى الله عليه وسلم يفقهه جاءت بضبطين، جاءت بضبطين، يفقهه ويفقهه. والضبط الثاني بالضم مفيد أن الفقه تصبح ملكة للشخص وصفة دائمة له. ولذلك يذكرون من باب الطرفة أن سحنون، وهذا اسمه عبد السلام كسمي، أن سحنون رحمه الله تعالى يقولون: لو فصد وشق عرقه لخرج من العرق مع الدم فقه، من شدة كمال فقهه والملكة التي عنده. فنحن نقول إن الفقه ليس مجرد حفظ فروع ومعرفة بقدر ما تكون ملكة، ولا يمكن للملكة أن تكتسب إلا بمعرفة الفقه من أكثر من جانب وبأكثر من طريقة، فهي ملكة وصنعة. طيب، وهذا حتى مقرر فقها، وذلك الفقه المذهب أنه لا يجوز أن يجعل القرآن مهرا، ويجوز تعليم الفقه مهرا. لما؟ لأن القرآن طاعة وعبادة ولا يجوز أخذ الأجرة عليه، وأما الفقه فإنه صنعة، مثل تعليم النجارة وتعليم الكهرباء والسباكة وغيرها من الصنعات، يقول هي صنعة، هي تعليم، لذلك يجوز أخذ الأجرة عليها، ويجوز جعلها عوضا في عقد النكاح.